بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى مطالبة حكام المسلمين في جميع بقاع الأرض أن يراجعوا إيمانهم بالله، وأن يراجعوا تصديقهم لرسوله الذي جعله الله الرسول الخاتم، لأن المسلمين في واقع هذه الحياة أصبحوا في محنة، محنة بالنسبة لنفوسهم، ومحنة بالنسبة لحكامهم، ومحنة بالنسبة لخصومهم. ويأتي الحق سبحانه وتعالى لينبه المسلمين في غفلة الزمن الممتد، ينبههم بصرخة قوية تؤثر في كل حياتهم مواعيد اقتيات، واحتفالا باقتيات، وحشدا لمترفات، وتغيير يشمل كل ألوان الناس في شتى بقاع الإسلام، يعلمه الطفل ويعلمه الشاب وتعلمه المرأة ويعلمه الرجل. هذا الحدث هو الحدث الذي لا يمكن أن يسهو عنه إنسان، وهو حدث تشريع الصيام في رمضان. فكأن الله أراد بهذا التشريع أن يهز أركان المسلم الغافلة لتعاود أصول حياتها الإيمانية، معاودة تسترجع أثر ذلك الشهر في حياتها، تسترجعه ميلادا لنزول منهج جامع مانع، وتسترجعه لبداية حدثت فيه حينما التقت القلة المؤمنة بالكثرة الكافرة، ونهاية انتصارية شاء الله بها أن يفتح لرسول الله مكة التي عز عليه أن يقيم بها. كل ذلك لينبهنا بهذه الأحداث إلى واقع منهجي نزل من السماء، وإلى واقع تطبيقي أداه المنفعلون في الأرض بمنهج السماء. ولذلك يجب على المسلمين أن يعيشوا هذا الشهر، وأن يحيوا فيه حياة تبين لهم كنوز هذا الدين الذي ستره خمولهم، وسترته غفلتهم، وستره عنهم التفاتهم إلى زخرف الحياة ومادية الدنيا. والمسلمون حين يستقبلون هذا الشهر يستقبلونه بحفاوة، ولكن بحفاوة غير التي يريد الله بها أن نحتفي بهذا الشهر. إننا نستقبله تفننا في مطعم، وتفننا في مترفات، وتفننا في مسليات، وتفننا في انحرافات أيضا، ونعد له من كل ذلك أشهى الألوان، وكأننا قد عشنا طيلة عامنا محرومين من مناهج التسلية ومن مترفات الحياة، فجئنا لنعوض في ذلك الشهر. وقد كان من المعقول جدا أن نستغفر عن غفلتنا طيلة العام بيقظتنا في هذا الشهر، وأن نستغفر عن إيماننا بأن الحياة هي كل شيء في مظهرية مادتها، لنعود إلى الله منهجيين كما يريده الله في هذا الشهر. ولعلنا حين نحمل نفسنا على هذا المنهج الذي يريده الله تتأصل فينا عادة عشنا فيها 30 يوما، فلعل هذه العادة تتمكن من نفوسنا وتحلو لنا حتى لا نتركها بعد ذلك ولا نسلو عنها. وخصوم الإسلام يحبون منا هذا اللون الذي نعيشه
من حفاوتنا بمناسباتنا الإسلامية، ويعينوننا على ذلك لأنهم يحبون أن يكون ذلك الدين كما يعرفون الدين، دين فيه شعائر مقصورة على ما يؤديه الله بالنسبة لربه، ولكنهم يحاولون بذلك أن يبعدونا عن حركة الحياة، لأن الذي يؤلمهم في يقظة الإسلام وانطلاقاته إنما هي قيادته لحركة الحياة قيادة تقف أمام باطلهم وتقف أمام طغيانهم وتعرف الناس وتعلمهم منهجا كريما من مناهج الحياة يزهدهم فيما يعيشون فيه ويعيشون شعوبهم فيه. فهم بذلك يفرحون بهذه الحفاوة التي نحتفي نحن فيها بهذا الشهر، وربما أعانونا عليها بكل شيء يؤصل فينا انصرافنا عن لب الدين وجوهر اليقين. والمسلمون هم الذين يعطون العنوان السيئ للإسلام، لأنه يجب أن نعلم أن خصوم الإسلام يعرفون كيف نعيش في ديارنا المسلمة، ولا أقول يعرفون كيف نعيش في ديارهم هم، أقول يعرفون كيف نعيش نحن ديننا هنا وكيف نعيش إسلامنا. وكان من الممكن أن نلفتهم نحن إلى حسن هذا الدين وإلى جماله إن رأونا متمسكين به ملتزمين بما يطلبه منا، ولكنهم يرون منا إن سمعوا قولا صرخة تدعو إلى دين، ثم يمعنون النظر فيجدون هذه الصرخة لا تتجاوز الحناجر، وحين لا تتجاوز الحناجر أي لا تغطي سلوك الحياة، فهم يسخرون منا ويقولون دعوهم يقولون ولا يفعلون. والحق سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يكون واعظا لا بقوله ولا بلسانه، وإنما يريده واعظا بحاله وبسلوكه، ولذلك يعلمنا الله سبحانه في دعاء سيدنا إبراهيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يقول السطحيون وكيف يكون الرسول الذي أنزله الله بمنهج يغطي الناس هداية وتوفيق سلوك؟ نقول له نعم، لأنه لو طلب منهم أن يكونوا منهجيين ثم لم يعمل هو بهذا المنهج ليكون مثلا تطبيقيا فتن الناس عن هذا الدين، لأنهم يقولون لو كان يعني ما يقول لألزم نفسه قبل أن يلزم سواه. ونحن إذا نظرنا إلى العالم الآن وجدناه عالما جمعته السرعة ولفته الحركة لفا لا يحتاج لزمن، لأن وسائل الحياة الآن أصبحت تيسر كل الالتقاء، فحين نرى إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة تأخذ الأمم التي تعادي الإسلام سلوك المسلم من هذه الخلايا أو من هذه الجاليات على التعبير السياسي، فحين نأتي لأي عاصمة من عواصم الدنيا لنحصر فيها المسلمين الذين يمثلون بلادهم الإسلامية جغرافيا، هؤلاء يعيشون كيف؟ إنهم يعيشون على طريقة الأمم التي يعيشون فيها، يعيشون فيها مأخوذين مبهورين بالحياة التي يحياها هؤلاء تحللا وانحرافا وإقبالا على شهوات نفس، فليست فيهم جالية واحدة تلفت هذه الأمم غير مسلمة إلى منهج الإسلام، ليعرفوا أن المسلم إنما ذهب إلى هناك بمناعة لا تلفته إلى ما فيه من مغريات. لو أن ذلك حدث
لالتفت هؤلاء إلى ذلك الدين الذي صيرهم بهذه المناعة القوية، بحيث لم يؤثروا في جالية إسلامية تأثيرا يلفتهم عن منهج الله الذي ذهبوا وفي نفوسهم مناعة منه ضد هذا الانحراف وضد هذا الطرف. هؤلاء يرون المسلمين يعيشون كما يعيش هؤلاء، وربما دفعهم مركب النقص في أن يزيدوا عليهم حتى لا يتهموا بأنهم متخلفون. حفلاتهم، مظاهرهم، أشكالهم، عاداتهم، تقاليدهم لا تحمل شيئا من سمات الإسلام في هذه البلاد. فقولوا لي بالله، ما الذي يلفت الناس غير المسلمين إلى ما في هذا الدين من محاسن؟ إنهم يقولون لو أن هذا الدين كان دينا نافعا كما يدعون ويقولون ويتشدقون ويزيعون ويعلنون ويبشرون لكانوا هم أولى الناس بالتمسك به. وحينئذ لا يكتفون بأن لا يقبلوا على ذلك الدين، لا، إنهم يرون في هذا الدين سطحية شكلية لا عمق لها ولا جذور في المسلمين، وبذلك يجترئون عليهم. وحين يجترئون عليهم يدبرون لهم من المكايد ما لا تقوى عليه حيلنا. إذن فالمسلمون الذين ينتقلون إلى بلاد العالم هم الذين يفتنون الناس عن هذا الدين فتنة، لا أقول تصرف الناس عن أن يكونوا مسلمين، ولكنها تشجع الغير على أن يحارب هؤلاء المسلمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.